ليه نشرت صورتك انت وعاري على البحر بفلوريدا وما بعرف وين بامريكا؟ ايه ليه نشرتها؟ شو لا انه شو كنت على بدك البحر، تقول؟ على البحر صرنا بنتعرق على البحر؟ يعني اذا طالع على بالك انا انت حبيت تتعري على البحر، ما بعرف انت هيدي حريتك الشخصيه، بس انا كنت على البحر يعني. بس شو السؤال؟ نشرة على السوشيال ميديا شو الهدف منه؟ كمان حرية شخصية؟ حقيقية وطالع عبالي؟ شو الحقيقة؟ شو خلص الحقيقة؟ هي مثل ما هي، لشو خلص بعدين ايه نشرت على السوشيال ميديا؟ ليه؟ أنا شو بدك تقول؟ يا عمي كل صورة منزلها بدنا نقول شيء من وراها، كتب تحت منها شو بدي اقول. لا هالقد فكرت فيها ولا من بعد كل اللي عملته رجعت فكرت فيها، لانه لقيتها انه بس بالنسبة لإلي بتقرا الكومنتات مش دايما. لا بدنا نسمع بعض الآراء، شريحة أو عينة من الآراء بدنا تحكي عنك. ايه؟ عبالك؟ لا بس أنا أوكي. بالوقت اللي قرر فيه سامر خزامي يعلن عن ميوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويرتاح مع حاله بالكعب العالي والفستان والميك اب، هجمة عنيفة قامت ضده. ناس قرروا يلغوا متابعتهم لإله، وناس انتقدوه بكلام لازع. آلاف التعليقات توجهت لسامر خزامي واتهمته أنه تخطى حدوده. شو نقال عنه؟ من المشاهير اللي ما بتعرفه ذكر ولا أنثى، ولا بتشوفه صحيح بشارب ولا بلحية، ولكن غريب وعجيب. سامر الخزامي هذا الشاب اللبناني اللي بيبيع مستحضرات تجميل واللي له صور غريبة وعجيبة، يعني رجل بالرأس أحياناً بيحط ميك أب ومكياج وكذا بيغير شكله بس، تمام؟ ومن ثم الجسد أنثى، بيعرض شغلات وعلى النت ومشهور. يمكن أنا والله أول مرة بسمع فيه لأنه عد عليه خبر، ولكن اللي عد علينا الخبر واللي سواه خبر لهذا المشهور ألا وهو صورته بالبحر بدون شيء، زلط ملط جالس هيك بالبحر مصور خلفيته مناشرة. طبعا أنا قصيت الصورة لأنه حتى لو غبشتها، تمام؟ اليوتيوب رح يقيدها وقيد المحتوى ونفوت معه بسياسي ما بدنا نفوت فيها، ولكن قصيتكم الصورة حسبي الله. ايش بدك تعرض تعرض؟ يعني هذا المشهور قال استاءوا الناس منه وتضايقوا متابعينه. والله انا ليش عم تضايقوا؟ انا رح دافع هلا عنه. انتوا المتابعين بالاساس، ليش تضايقوا من هالانسان؟ ما انتوا بتعرفوه انه هيك، هذا هيك، هذا لا ذكر ولا أنثى، معاهم معاهم عليهم عليهم، بيجي الذكر بنيمه، بيجي الأنثى بتنيمه، كله ما تفرق معه هذا الشخص. أنتوا اللي دعمتوه، أنتوا اللي شهرتوه. عنده مستحضرات تجميل، يعني ما بعرف، بيجرب المستحضر عليه بالبداية وبعدين بيعرضه للنساء، فتضايقوا النساء منه بهذه الصورة فألغوا متابعتهم. هذا هو الخبر يعني، ولكن المستفز في الأمر واللي أنا حابب وصله أنه كيف ينشهر هذا الشخص، هذا التافه الأمة اللي بالأساس يعني وجودهم غلط في هذا الكون، ومع ذلك بتشوفهم مشاهير وعندهم متابعين، وإذا بياخد قلم روج أو حمرة أو مكياج وبيعرضوا عنده الشركات تتفاعلوا عليه مصاري، ونحن إذا ما نعرض صورته أو خبره بيوقفونا الإعلانات ومصاري ما في. وجودك غلط. رأي بس يحترم. يحترم بتفكر فيه لهالرأي؟ لا يحترم، لأنه ما بتسأل حالك لا 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 بعد ما تسمع لا 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 هيك آراء؟ أبدا أبدا. وكنت بفضل أكيد أنه ما ينعرض، بس بما أنك أنت مع حرية التعبير والرأي والرأي الآخر كمان بحترم برنامجك. قديش الشغل على إثارة الجدل هو جزء من خطة عملك كرجل أعمال؟ مثل كل شركة للتسويق، مثل أي عمل أو أي شركة أي براند، مفروض عادة أنه يكون في خطة تسويقية قدي نسبة إثارة الجدل فيها إلى نسبة، مش ضروري أحدد لك إياها. إذا الصور طبعاً 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 أكيد. لكن هيدي حقيقتك ولا هيدا البزنس تبعك؟ يا ويلي أوه ماي جاد. حقيقتك أو ماي جاد. ليش يعني شو؟ أنا عندي صفحة لشغلي، إذا العالم مزعوجين من شو عم بيشوفوا هون فيهم يشوفوا بس هون، هيدا واحد. تاني شي أنا عم فرجيك أنا مين. هلأ مثاقبة إنه أنا مين عم بتصير الجدل يعني.
بس أنا لحد هلأ ما عرفت أنت مين. أنت ما بدك تقلي وأنك مضطر تقلي وأنك مضطر تشرح لي، بس أنا كمشاهدة قاعدة ببيتي كمحاورة ما وصلني بعد ما سمعوا سؤالي ما سمعوا جوابك، بعدني ما وصلني أنت مين. حقك. بزعل من اللي قلتي، بس أوكي، بس بزعل كتير. ليه بزعل؟ بزعل إنك تقولي أنا ما عرفت بعد أنت مين، ومنك بالتحديد لأنه ما جاوبتك على سؤال. ليه زعلت؟ لأنه أنت بالتحديد ناطرة تعرفي هيدا الجواب لتعرفي أنا مين. عدة أسئلة. خلص لكينا ما تقولي ما عرفتي أنا مين. أنت بتعرفي أنا مين كتير منيح، واللي عم يحضر اللي مش سامع فيي من قبل أساساً، أنا مش عم بقول كل العالم تعرفني. طبيعي طبيعي. إذا ما قدروا يكونوا لهلأ أنا مين بذهنهم، مش مشكلتي ساعتها. كيف علاقتك برب العالمين؟ بعرف إنه تحكي دايماً ترجع لله، ترجع لله سبحانه وتعالى. لقيها الأحلى، أجمل شيء لهلأ وصلت له بحياتي قناعة، هو تصالحي مع الله. صلحت معه لأنه كنا مخانقين كتير، كان كتير عندي عتب وزعل وغضب هيك، يعني كنت إنه كيف ليش ليش هالقد عذاب؟ ليه عذاب؟ ليه في شيء مش صح، في شيء غلط، عزبك سامر. كل شيء. ليه الظروف اللي قطعت فيها كانت هالقد سيئه؟ ليه تعرضت لقصص بحياتي ما كانت منيحه؟ انت وين الحقيقه؟ بعدين حتى بس تصير تفوتي بالمجتمع وتشوفي الظلم وتشوفي القهر وتشوفي عدم الانسانيه وتشوفي الكره والقتل، انسي بس هو الانسان شو بيصير معه، شو بيشوف كمان عدم عداله بالكون. بتصير تسألي ربك وينك من هيدي العدالة؟ انت وين؟ كيف؟ اذا انت قادر على كل شيء ليه ما عم تعمل شيء؟ بعد الظلم موجود، بعد في اسئلة كثير، بعد الفقر موجود. شو يعني بطل في الله؟ الحروب موجودة. رب لا اكيد في رب العالمين. صح. اكيد. بس انت كيف تصلحت معه؟ عم تقول كل هالاسئلة فرمتت كل شيء براسي. بتعرفي كيف تعملي فورمات بتفضي ديسك عندك؟ فضيته. أوكي. محيت كل اللي خبرونا اياه عن الله. شو كانوا يخبروك عن كبيته. عن الله خوف ورعب. هيدا الحدن اللي بعد شوي بدك تتهيئيه، يعني بتتبع شوي لح شخصني قد ما فسروا لك انه هو عم بسجل لك كل غلطه عم تعمليها ليحاسبك، ويا بتروحي على الجنه ويا بتروحي على النار. هيدا موجود بالاديان. موجود بالاديان. الثواب والعقاب. اكيد اكيد بكل الاديان، وبحترم كل الاديان، وانا ما عم بحكي من منطلق ديني، انا عم بحكي عن علاقتي بالله اللي مش لاحقه ولا دين. بتخاف من الله؟ بالعكس، انا اذا بخاف من الله يعني بخاف من حالي، لانه انا بالنسبه لي ما بقى شايف انه الله وانا منفصلين. أنا مش شايف إنه في انفصال، أنا علاقتي هيك مع الله، أنا هيك شايفة. أكثر عتب كان على الله، على رب العالمين، شو كان؟ كل هول اللي سألتيني إياهن أنت هلأ على فكرة من أول الحلقة لهلأ، يعني أكدة تمام، ما بحب أحلف لأنه أنا بلاقي اللي بيحلف بكذب. أنا كلهم سألهم لربي. هول كلهم أنت يعني جمعيهم واللي حيجي بعد منهم، أنا كله عامله هيدا الحديث مع رب. أخذت جواب؟ طبعا في كتير قصص اخذت لها اجوبه، وفي قصص بعدني ناطر لها اجوبه وبتجي. شو ناطر؟ كتير اجوبه. انا كل يوم عم بسال عن كل شيء. انا هلا اليوم ناطر. عم بسال ليه انا هون؟ انا ليه شو جايبني؟ لشو؟ انا ندمان؟ كل يوم ندمان؟ لا 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 مش ندمان، بس قصدي انا دائما عندي سؤال، لانه انا من هالحلقه اذا بطلع مني معلم شيء كون افضل اني ما كون جيته. تسال اذا الله راضي عنك؟ بعرف مش بسأل. تعرف؟ راضي عنك رب العالمين؟ الحمد لله.